المشاهدين متابعي قناة شوف الواقع تي في، مرحبا بكم. معنا واحد السيدة أم اللي هي ضحية ديال واحد الشخص اللي كيدعي بأنه وكيل جلالة الملك بأحد محاكم مدينة الرباط، واللي نصب عليها كنستطوع على الكلمات كيدعي أنه ماشي وكيل الملك ولا علاقة له بالنيابة العامة، كيدعي بأنه وكيل الملك وقال لها بأن غادي تعطيني واحد 7 مليون باش نخدم لك ولدك. الان هو راه معتقل عند الدرك الملكي ديال حد السوالم. غادي تعاود لنا السيده كيفاش بدات هذه القصه وكيفاش انه تم الايقاف ديالو بالامس طرف عناصر الدرك الملكي ديال حد السوالم. السلام عليكم لاله. عليكم السلام ورحمه الله. عاودي لنا من الاول كيفاش تلاقيتي مع هذا السيد وشنو قال لك؟ تفضلي. انا ما تلاقيتش مع هذا السيد. اها. انا ولدي شد الدبلوم وما خدمش. اها. ولكن فاش ولدك فاش الدبلوم اللي شد ديالاش؟ شد الدبلوم ديال هذا الشيء ديال الاقتصاد. الاجازه واقيلا في الاقتصاد ياك؟ اه. تفضلي. المهم تلاقيت مع السيده بنت عمتي. عاودت لها المشكل، قلت لها ودي الدري كيدفع ما خدامش، خدام في السونتر دابين ما خدمش ليا. واش تعرفي شي حد؟ حيت هي كت نعم. الوسيطة ديال الناس. قالت لها واش كتعرفي شي حد؟ قالت لي اه تنعرف واحد السيد، راه تيعرف واحد السيد صاحبه وكيل الملك في المحكمة ديال الرباط. ما علينا، هذاك السيد اللي الوسيطة ديالنا صحراوي. المهم تلاقاكم بهذا؟ تلاقانا معاه في حد السوالم. جيت شوية طلعنا الفوقي فوق القهاوي، جابوا اتاي تما، قعدنا داوين، تفاهمنا على ولدي، تفاهمنا على داك الشيء. شنو تفاهمتوا؟ شنو عيدينكم وشنو وشحال تعطيوه؟ قال لك انا غنخدم لك ولدك في لابونك. في البنكه؟ في البنكه، وغتعطيني 8 المليون اللي قال لي في الاول. اها. قلت لي بزاف عليا 8 المليون. بقينا انا عطيته انا على 5، انا تخليناها في 7. 7 المليون. 7 المليون. اها. ما علينا. قلتها للموظف، قلت لها اش كاين صافي، قطعنا الهضره. دار معانا انت غنتلاقاو معاه نجيبو الفلوس. قلت ليه ما نعطيكش الفلوس تخدم ليا ولدي. قال لي لا، السيد خاصو يشد الفلوس، باغي الفلوس عاد الخدمة. هذا اللي كيدعي بانه وكيل الملك، يعني حتى هو غادي يعطي الفلوس لشي واحد اخر. ما علينا. جبت ليه الفلوس، جبت ليه 6 مليون. 6 المليون كاش عطيتها له؟ فلوس كاش. والشيك سنين اهلي ديال مليون، ديال مليون هي 7. المهم بقى يجر فينا هادي وقت ما قدويت معاه كيقول لي راه قريب ان شاء الله، قريب ان شاء الله. شحال هادي ديال المده تقريبا؟ 2019. من 2019؟ اه. يجر شويه، واللي كنا تنمشيو عنده شويه، قال لي هذاك اللي واسطه ديالو، قال لي التليفون ديالو راه ما تيبغيش يهضر فيه حيت هو خدام وكيل الملك، ممنوع يدوي في التليفون. ما علينا، ولينا تندويو معاه هذاك الوسيطه ديالو. ملي تندويو معاه شويه ما بقاش كيجاوبنا. ما علينا، ولينا تنجيو انا والسيده عدو هنايا لهنايا لحد السوالم، نجيو نلقاوه، مره يتخزن مره نلقاوه. تعيقنا عليه، مشى لسيدي رحال لواحد المجزره تما، واحد الحانوت ديال تاكزر حدا البلديه في سيدي رحال. في الرومبوان. ما علينا، تبعناه لسيدي رحال. اش قلتي لنا السي سعيد؟ اش قلتي لنا على الفلوس؟ ايوا الوكيل الملك باقي ما شدش عند واحد السيد، راه عطى لواحد السيد باش عطاه الفلوس، ذاك السيد مات. يا السيد الا مات الولد ما خدم، ردوا لي فلوسي. قال لي صافي غادي نعطيوك بالطريف طريف. صافي بقى تيجر معايا، صافي الاخر شفتو في سيدي رحال عام هادي والزياده، ما بقيتش شفتو، ما تندوي معاه، ما تيجاوبني، ما والو، هو يغبر. فين شديناه دروك؟ شديناه في الرومب، فسميتو في الخرجه ديال سيدي رحال في ستاسيون في البومبا. تما فين تحول ثاني، هذه هي الثالثه في التحويلات، حيت تينصب على الناس وتيهرب. لا دابا زعما كل مره فين كيجلس؟ القهوه فين كيجلس ولا شنو؟ اه تيهرب. كل مره فين كيجلس؟ عنده دروك الحانوت دايرو تما في هذاك ستاسيون اللي في سيدي رحال، في الخرجه ديال سيدي رحال. داير محل هو، عنده شي محل تما ماشي ديالو.
المحل ماشي ديالو هو كيخدم كيخدم بحال التعمار تيكون ديال حتى وانا خدام. واش هذا اللي كيدعي وكيل الملك؟ ولا خدام؟ لا الجزار الجزار ماشي هذاك الوسيط الوسيط. اما الفلوس شدهم هو شدهم هذا الوكيل الملك اللي كيقول وكيل الملك اللي كيقول وكيل هو ماشي وكيل الملك اللي تيقول وكيل الملك كيدعي بانه وكيل كينتحل صفه وكيل الملك. وكيفاش تشد هذا اللي كيدعي بانه وكيل الملك؟ كيفاش تشد؟ كيفاش تشد؟ انا درت الشكايه. اها درتيها للوكيل الملك ديال بصح؟ لا درتها للبوليس. اها البوليس. الشكايه عند استمعوني عند البوليس دفعتها للمحكمه. اها من المحكمه صيفت تما صيفطوها للبرشيط. اها جيت قالوا لي الدعوه ديالك راه مشات للبرشيط. ملي جيت للبرشيط قالوا لي راه مشات لحد السوالم. عند الجندرم ديال حد السوالم. جيت البارح عند الجندرم. ملي جيت البارح عند الجندرم قال لي لا جدال هاد الدعوه راه عندنا ولكن ما زال ما درنا حتى حاجه. تتعرفيهم فين كاينين فين كاينين؟ عطيتهم بحال هاد الهضره اللي عطيتك انت. قالوا لي تخرجي معنا. قلت لي نخرج معاكم. خرجت معاهم لقيناهم يلاه حاطين الوجبه ديال الغدا. هاد النصاب هذا اللي قال له هذا اللي هاد النصاب اللي قال وكيل الملك والسمسار ديالو جالس هو وياه. جالس هو وياه يلاه حطوا شلاضه حطوا الطاجين. اها صافي تما وقفوا عليهم جندرمية تما القبض ديالهم وجبناهم الطوموبيل جابوها الجندرم وانا جيت مع الجندرم. حجزوا لهم شي طوموبيل؟ حجزوا لهم الطوموبيل مشات الفوريان. اه وهما تشدوا بجوج. وهذا صدق نصاب ماشي غير انا. ها هما تيخرجوا الناس نصب عليهم اخرين. كاينين شي واحد قال لك شي واحد اخبار دايره 12 مليون فعلا. ديك الهضره اللي قال لي وكيل الملك حتى هما قال لهم وكيل الملك. هادو كلهم اللي كيقول لهم وكيل الملك ينصب عليهم ديال الرباط ديال المحكمه في الرباط تينصب عليهم. دابا انت الشريفة على ما كيبان لي بان الفلوس ديالك مشاو هاد السيد ما غاديش يرجع لك. شنو كطالبي انت من العداله؟ شنو بغيتي؟ طالب انا فلوسي. فلوس يرجع لي فلوسي انا. ويتعاقب؟ تعاقب على هذا الشيء الخطا اللي دار. يرجع لي رزقي انا ما عنديش. داك الشيء عاد سلفتو عند الناس عاد سلفتو عند الناس. باقي ما رديتش انا داك الشيء كله. انت قلتي غادي تنطلب انا رزقي. قلتي غنسلف يخدم ولدي ويرجع. انا دفعني لهذا الشيء ما فراسيش انا واش هذا الشيء النصب. دفعني سميتو ديال ولدي بغيتو يخدم. الله يحسن لك. وقلت انا شديت في زعما شي ما كبير على الله شديت في شي واحد معقول وداك الشيء هو راه نصيب نصب عليا. نصب عليك. نصب. انا تنطلب رزقي نشدو. صافي. شنو النصيحة اللي كتوجهي للأمهات ولا الآباء اللي يقدروا بحال يطيحوا بحال هذا المشكل؟ كنوجه للأمهات ما يبقاوش يتيقوا. الآباء ما يتيقوا في حتى حاجة ما بقاش الأمان. هذا النهار الأول فاش كان كيجي كيفاش كان كيجي كيفاش كيبان لك؟ تيبان لي نيت الا شتي تقولي نيت وكيل الملك. هي شي شخصيه نيت ماشي كيجي لابس مزيان والطوموبيل كي دايره والفلوس كي دايره تيبان لي شي حاجه. انا مشيت غلطه حيت انا اميه ما قاريهش ما عارفاش درت النيه ديالي ما هذا الشيء وقع ليا. ودابا ملي مشيت وتا توجه التحيه للجندرم ديال احد السوالم ولا بريكاد ديالو تتوجه لهم تحيه. خدموا خدمتهم الله يرحم والديهم. امين الله يجزيهم بخير. الله يرحم والديهم. الله يجزيهم بخير. ما داروش معايا حتى ساعات لما كانت تتقضى الغرض. شدوهم. الله يرحم والديهم تنقدم لهم التحيه. هذا هو الواجب اللي زعما معروف عند الامن الوطني والطريق الملكي في المغرب كيقوموا بالواجب ديالهم. قبل ما نساليو هاد المباشر شنو النصيحه اللي تبغي تقولي للناس باش مرة أخرى ما يطيحوش في هذه القضيه هذه؟ وشنو هي الصوره اللي كيبان لك هذا السيد قبل كيفاش كان كيبان لك كوكيل الملك واخا هو لا علاقه له بالنيابه العامه ولا بوكيل الملك؟ كيفاش كيبان لك هنا داخل في عند الجدرميه؟ واش باقي في ذاك الصيفه ديالو باقي ذاك تخرج العينين ديالو باقي صافي؟ البارح ملي شدوه ذاك الشيء وقعدوه هذاك اللي معاه تيبان ليا شمكار. شمكار نصاب. ما بانش فيه عليه مازال راجل. ما قال لهمش هما انا وكيل الملك. لا ما قال لهم سكت هما اش قال لهم الله اعلم ما كانش معاه. ما بقاش يقول له وكيل الملك لا حتى حاجه. ضرب الطم. انا نكر انا بان ما كيعرفونيش. انت نكر بانهم كيعرفوش. قال لك ما تيعرفونيش كاع. ورقم ديال التليفون اللي بينك وبينه والمكالمات وداك الشيء ما كاينش. تسجل عندي. كل شيء مسجل.
اذا انتم مشاهدينا الكرام كيف كتشوفوا معنا ام اللي بغات تخدم الولد ديالها وتعرضت لعمليه نصب 7 مليون اللي دالها واحد الشخص اللي كيدعي كنأكد كيدعي بانه كينتمي للنيابه العامه برتبه وكيل جلاله الملك. نتمنوا من الناس ما يبقاوش يثقوا في هذه النصابه ولا اي واحد قال لك انا وكيل الملك ولا كوميسير ولا قاضي ولا طبيب ولا جدارمي ولا صحافي ولا كيف ما قال الصفه ديالو قول له اخويا بغيت نشوف البطاقه المهنيه ديالك، راه هادشي اللي شداك البطاقه المهنيه. اللي ما عندوش البطاقه المهنيه راه نصاب. شكرا مشاهدينا الكرام، تفضلي بغيتي تقولي شي حاجه. بغيت نعطي واحد التحيه للسلطه ديال المغرب كامله. الحمد لله تفضلي. نعطيهم تحيه كبيره. كون ما كانوش هما حنا غنمشيو ضحيه، صافي. اذا شكرا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.